يقول السائل: حضرت أنا ووالدي يوم الأحد لأداء العمرة، وبعد أن طفنا طواف العمرة حول الكعبة شككت في عدد الأشواط، هل هي 6 أو 7؟ لكن والدي أصر بأنها 7 أشواط، ثم توجهنا للسعي بين الصفا والمروة وأكملنا السعي وقصرنا، وفي نيتنا أن نحلق كاملا، ولكن دون قصد قصرنا ثم بعد ذلك حلقنا، هل علينا شيء؟ وهل شكنا في الطواف عليه شيء؟ إذا كان الشك حصل في أثناء الطواف فإنك تبني على اليقين، تبني على اليقين وهو الأقل. إذا شككت هل طفت 5 أشواط أو 6 أشواط، اجعلها 5 أشواط، اليقين المتيقن 5، وما زاد عليها مشكوك فيه. فتطرح الشك تبني على اليقين. أما إذا طفت وفرغت من الطواف ولا حصل عندك شك، وإنما بعد ما فرغت وخرجت من المطاف حصل عندك شك، فلا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، والحمد لله. وأما تقصير الرأس أو حلقه فالمشروع تعميم الرأس. الحلق هذا لا شك فيه، ولا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعض، هذا محرم. وأما التقصير فهو مثل الحلق أيضا، هو بديل عن الحلق، والبديل له حكم المبدل. فكما أن الرأس يحلق كله فكذلك التقصير يقصر الرأس كله.